المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة السادسة في مجال المظاهر العمرانية والاجتماعية في القرية والمدينة. إذا اليوم عندنا نص قرائي، هو النص الثاني في هذه الوحدة تحت عنوان مدينتي. إذا نبدأ بالإجابة عن الأسئلة في فقرة أفهم وأفكر أجيب. إذا ما هي أهم المرافق التجارية التي تتوفر عليها هذه المدينة؟ المرافق التجارية التي تتوفر عليها هذه المدينة المطاعم الأجنبية مثل المطعم الفرنسي والصيني والشرقي. إذا المطاعم الأجنبية مثل المطعم الفرنسي والصيني والشرقي. ثم ماذا أيضا؟ هناك المرافق، تم تخصيص أروقة لمعروضات. أروقة، لا. إذا أروقة مرافق تجارية، أروقة لمعروضات، دور الأزياء العالمية كالملابس والأحذية والمجوهرات الغالية إلى آخره. إذن السؤال الثاني، استخرج من النص ما يبرز أن هذه المدينة سياحية. إذن ما يبرز أن هذه المدينة من النص أنها ظلت كعش نحل سياحي مرموق يحوم حوله الغرباء. زائد هناك واحد الإشارة أن وجود المطاعم الأجنبية. وجود المطاعم الأجنبية دليل على أن هذه المدينة يعتادها السواح. وجود المطاعم الأجنبية الفرنسية والصينية والشرقية. إذن السؤال الموالي، أذكر أهم المهن والحرف الموجودة في المدينة. إذن في الفقرة الأخيرة مذكورة هذه الحرف والمهن. إذن حرف والمهن، المهن والحرف الموجودة في المدينة هي الحلاق وعامل الدباغة يعني الدباغ، والمعلم في كتاب أو مدرسة وصاحب الفندق الشعبي وصانع السروج والحداد والنجار. إذن هذه هي الحرف المتواجدة والمهن في هذه المدينة. إذن السؤال، بماذا يحس السكان والسياح في هذه المدينة؟ يحسون بالراحة والمتعة. أفكر. إذن لماذا يبنى المسرح على بقايا قلعة قديمة مهجورة في الهواء الطلق؟ لتقدم على خشبته فرق راقصة من مختلف البلدان عروضها حسب المناسبات. نعم، إذن لكي تقدم على خشبته فرق راقصة خشبته لكي تقدم عفوا على خشبته فرق راقصة في مختلف البلدان عروضها حسب
المناسبات. إذن السؤال الموالي، أذكر بعض المرافق الأساسية للمدينة التي لم يذكرها الكاتب. إذن مثلا دور الشباب، مساجد، مثلا المعارض، معارض، نعم، ملاعب رياضية، مدارس، جامعات. إذا المرافق كثيرة جدا. إذا ننتقل إلى السؤال الأخير في هذه، أبحث عن أهم المرافق السياحية بمحيطي وأعزز بحثي ببعض الصور الطبيعية. إحنا ما غاديش نعززوا ببعض الصور، غادي نذكروا بعض المرافق السياحية. مثلا صومعة حسان، وليلي، قصبة الوداية إلى آخره. هناك مرافق سياحية في المغرب كثيرة. إذا ننتقل إلى الصفحة الموالية. في القرية، إذا غادي نكتبوا لي الحوايج اللي ثابتة. في القرية تم حرث الأرض لزرع الحبوب كالقمح والشعير. مثلا نقدروا نديروا واحدة أخرى. مثلا في السوق تم بيع الحلي للناس كالفضة الذهبي والفضة. خصنا نشوفوا جوج حوايج مثلا، هذه الطريقة. زعما نقلبوا على جوج حوايج ومن بعد غادي نعرفوا نصيغوا الأسلوب. إذا ننتقل إلى أنجز أنشطة لغوية، أبحث في النص عن تمييز وأبين نوعه. يجلل المدينة مئات السنين. إذن مئات السنين. السنين هو التمييز. إذن مئات السنين. إذن التمييز عندنا هو مئات هو السنين، والمميز هو مئات، وهو تمييز ملفوظ. تمييز عدد ملفوظ. تمييز عدد ملفوظ. تمييز عدد ملفوظ. استخرج الجمعة الواردة في الفقرة الأولى وأبين أنواعها. جمع المذكر السالم لا يوجد. لا يوجد، نعم. جمع مؤنث سالم التجمعات. تجمعات مئات. مئات. جمع وتكسير المباني. أعداد. أشجار. حدائق. الفقرة الأولى فقط. بساتين، نعم. حدائق، بساتين، أزهار إلى آخره. إذا ننتقل إلى أعرب. نظمت الساحات الكبرى. إذا نظمت كي تتسع. نظمت. إذا نظم شنو؟ فعل. نظم فعل ماض مبني للمجهول. نعم، فعل ماض، نعم صحيح، فعل ماض مبني للمجهول. والتاء التأنيث ساكنة لا مبني على الفتح. والتاء التأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب. والتاء التأنيث ساكنة لا محل لها. ساكنة لا محل لها من الإعراب. الساحات. الساحات نائب الفاعل. نعم، نائب الفاعل. مرفوع بالضم الظاهر على آخره. مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. الضمة الظاهرة على آخره. الكبرى. نعت.
نعت تابع لمنعوتيه منعوتيه في إعرابه، يعني هذا مرفوع، هذا مرفوع، هذا مرفوع بايش؟ بالضمة المقدرة على الألف، لأنه اسم مقصور. نعم. تابع لمنعوتيه في إعرابه. نعم. إذن الكبرى كي. كي أداة نصب. أداة نصب. أداة مربوطة. أداة نصب. تتسع. تتسع. فعل مضارع منصوب. فعل مضارع. منصوب بكي. منصوب بكي. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي تتسع. نعم تتسع. ضمير مستتر تقديره هي. نعم تتسع يعني الساحة تقديره هي، تعود على الساحة. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. أضع الجملة التالية في ترسيمة. إذا هنا غادي ندير واحد ترسيمة مع الجملة طويلة، حتى حنا غادي نديرو الجدول طويل. إذا عندنا واحد تحولت بلاصة الفاعل تاهي. نعم تا بلاصة الفاعل رغم أنه فاعل واحد ضمير مستتر. بقايا قلعتي قديمتين إلى المسرحين في الهواء. نعم إذن أن غادي نوضعوا الكلمات ومن بعد نوضعوا فوقهم الاعراب نتاعهم. اذا تحولت بقايا اذا هنا بلاصه الفاعل. نعم اذا نديروا هنا الفاعل هنايا بقايا قلعة قديمة إلى مسرح في الهواء. إذن تحولت فعل ماض تأنيث لا محل له من الإعراب. فاعل ضمير مستتر تقديره هي. بقايا مفعول به منصوب باش ب بالفتحة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور. نعم صحيح مقصور. إذن قلعات مضاف إليه. قديمة مضاف نعت قلعات قديمة. إذن هذا وهو مضاف الفعل به وهو مضاف. قلعات مضاف إليه. نعت حرف جر اسم مجرور. حرف جر اسم مجرور إذن ننتقل إلى السؤال الموالي. أحول الجملة التالية إلى المثنى المؤنث. شنو هو المثنى المؤنث؟ هن أو لا إن السائحات. إن السائحات مثنى. نعم إن السائحتان. نعم صحيح إن السائحتان مبهورتان بآثار المدينة. استخرج من النص فعلين مبنيين للمجهول. نظمت أعدت. نعم نظمت هذا عربناه. أعدت. أضع عنوانا جديدا مناسبا للنص. إذا شنو العنوان اللي نقدروا نختاروا؟ إذا شنو نقدروا نحطوا كعنوان؟ المدينة السياحية. المدام كيهضروا بزاف على السياحة دونك حنا حاولنا ناخذوا هذا العنوان. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول النص القرائي مدينتي من كتاب المنير.